السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. لازم يكون عندنا ثقافة في كل شيء، وبما أن لازم يكون عندنا ثقافة في كل شيء لابد أن يكون عندنا ثقافة قانونية. ليه يكون عندنا ثقافة قانونية؟ لأن الثقافة القانونية بيها بنعرف حقوقنا واللي لينا واللي علينا. النهاردة حلقتنا هتكون قانونية، وهيكون ضيف اللي مشرفني هو الأستاذ المحامي الشاب المجتهد الأستاذ رضا عصام. هيكلمنا بشكل قانوني عن التحول الرقمي وجرائم الإنترنت، وأيضا هنتكلم عن إصلاحات الأمانة. ضيفي هو شاب مجتهد بيحاول إنه يعمل حاجة وثبت نفسه في مجاله. أستاذ رضا أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورت وشرفت البرنامج. الله يخليك يا فندم، أنا اللي يشرف، وبشكر كل إعداد البرنامج كله، وبشكر حضرتك إن إحنا مع بعض في اللقاء ده. الشرف لينا طبعا، وطبعا حضرتك نورت البرنامج. الله يخليك. طبعا انت قلت لي انك تتلمست على يد يعني اساتذه كبار، تمام؟ أيوة. فعايزك تكلمنا في البدايه يعني رحلتك مع المحاماه. بدات رحلتي في المحاماه ان انا اتعلم على ايد محامي واب روحي ليا، المستشار محمد بيه زعتر رحمه الله. الله يرحمه. هو طبعا المفروض معانا صوره، تمام، ولكن هي بتجهز دلوقتي وهنزلها ان شاء الله معنا في الحلقه. لينا الشرف يا فندم، وانا عايز اقول لمعاليك هو بالنسبه لي مثل الاعلى، وبالنسبه لي علمني كل صغيره وكبيره، طبعا بمساعده اخويا الكبير المستشار ياسين عبد المنعم، والافوكات الاستاذ همام ابو زيد، واخويا الكبير المحترم المستشار رائد طلبه. فدول اسد يعني، باقي المحامين كلهم على راسنا، ونستفيد منهم باللغة بتاعتهم وبالطريقة وبالإلقاء وبالمعنى والتعامل بين المحامين وبعض، لأن احنا في الأول وفي الآخر كلنا واحد، وما ينفعش حد ما يتعلمش وما يستفيدش بمحامي أكثر منه خبرة وأكثر منه لباقة وحديث. تمام. هو طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طبعا. وكويس إنك حافظ الفضل لأصحابه. طبعا. تمام. في فرق كبير قوي يا أستاذ أحمد بين إن حضرتك تشتغل عند حد وحضرتك تشتغل مع حد. تمام. يعاملك زي اخوه، يعاملك زي صديقه. طبعًا. يعني ما يحسسكش ان في فرق. طبعا طبعا. طيب. احنا طبعا قلنا هنتكلم عن التحول الرقمي، تمام. طبعًا. ده اول موضوع معانا، فعايزك تعرف لنا ايه هو التحول الرقمي بشكل مبسط. هو التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغير جذري في طريقه العمل عن طريق الاستفاده في اسرع وقت ممكن لخدمة المستفيدين بذلك. بمعنى أدق، أن تكون كل التعاملات المادية بالتحول الرقمي عن طريق تحولات المحافظ الإلكترونية، بدل التعاملات النقدية. أيوة تمام. دون اللجوء لبنوك أو أوراق. تمام. فيتم كل المعاملات عن طريق محافظ إلكترونية زي ميزة، عن طريق مثلا زمان كنا بنعمل شكاوي فبنروح لازم تروح المكان فده بيوفر عليه توابير وبتاع، وده اللي معالي الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بنشكره ان هو عمل حاجه زي كده، لان ده قلل وساعد في تسهيل وحل ازمه التضخم. هي الدوله بقى لها فتره كبيره جدا طبعا بتحاول انها تعمل حاجه زي كده، بحيث انها يعني توفر جهد وتوفر حاجات كتير جدا للمواطن. طبعا، وديت من المميزات الكبيره قوي في التحول الرقمي. بخصوص المميزات، حضرتك شايف ايه المميزات وايه السلبيات؟ يعني في سلبيات في التحول الرقمي زي ما في مميزات ولا لا؟ خلينا نبقى متفقين من التعريف نفسه بتاع التحول الرقمي يا استاذ احمد، ان ده نظام، فالنظام ده ما ينفعش يكون فيه سلبيات الا اذا سيتم اختراق النظام. تمام. فلما نيجي نتكلم على مميزاته، ونتكلم كمان يعني مش عايزين سلبيات، يعني احنا ما بنعمل سلبيات نظام، لأن هو لو مش عايزين سلبيات بحيث انه يعني احنا بنطور يعني. أيوة. النظام يعني مش 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 مستحمل سلبيات، فاحنا عايزين المميزات اكتر. فمعنى كلام حضرتك هنا بتوضح ان التحول الرقمي يعني شبه معدوم من السلبيات، فهو تمام. مميزات له مميزات كتير اخترق. فعايزك تكلمنا عن مميزاته. من مميزاته، تخيل انت من التعريف ان حضرتك بتقول ان تكون كل التعاملات الماديه تعاملات رقميه. نقيس عليها كم مثال بقى، في ميزه في وقت، في جهد، في متطلبات، في سعي. تمام. حضرتك دلوقتي واحنا لسه بنتكلم وبنقول ان احنا كنا الاول بنقدم طلب شكوى، وليكن مثلا في جهه الكهرباء.
أوجهة المية، تمام؟ فكنا بنروح ونقدم الطلب ونجيب معانا أوراق ونقف طابور ونيجي نسأل عليه كل فترة متداولة. دلوقتي بقى في حاجة اسمها التحول الرقمي موقع بالباص. إلكتروني، تمام؟ بيتم رفع عليه الشكوى وببدأ أتعامل برقم الشكوى، برقم الشكوى هو ده اللي أنا بتعامل بيه. يعني انت بتشبه ده بالتحول الرقمي، تمام؟ تمام. برضو الفيزا اللي طلعت اللي هي بتاعت المصالح الحكومية اللي هي ميزة، تمام؟ هو حاليا اساسا، يعني اسف لو بقطع حضرتك، هو طبعا. حاليا دلوقتي بقت معظم التعاملات الكترونيه، يعني طبعا. لما حد بيروح مثلا في مدرسه يدفع المصاريف الكتروني، حد يدفع فاتوره كهرباء الكتروني، فاتوره نت الكتروني، كله يعني الحياه بقت حياه الكترونيه. ده سهل بقى معانا، سهل معانا، خلانا بدل ما كنا احنا شاغلين بالنا بورق وشاغلين بالنا في اماكن نروحها، نلاقي صعوبه في مواصلات، نلاقي صعوبه في التحرك، في الوقوف، في الشكوى، في طريقه حتى التعامل في الشكوى مع الموظف. مع الموظف ده ما بيجيلوش شكوى واحده مني انا، ده بيجيله من ملايين شكاوي الملايين، طبعا. فعقبال ما يراجعهم وعقبال ما ياخدوا فتره المراجعه بنبقى احنا كمواطنين مش قادرين نستنى عليه. طبعا. انما التحول الرقمي هيساعد كتير جدا في الحاجات اللي زي دي، طبعا تمام. طبعا حتى هي يعني تكدس المواصلات هيحل المشكله دي، بحيث طبعا. ان انت يعني وانت قاعد في مكانك تقدر تعمل المصلحه اللي انت خلاص، في تعملها. نتورك متصل بكل الجهات الحكوميه دلوقتي، يعني مطبق بس لسه مش مطبق بالقدر الكافي، وده دورنا كمواطنين ان احنا نعمل ايه؟ بص، نحاول نوفر ونطبق ده. نطبق، نحاول نساعد الدولة في ده، طبعا بخصوص طبعا. ان احنا نحاول نساعد الدولة في ده، وبخصوص ان دورنا كمواطنين يعني نشوف النظام ده ونشتغل عليه. شايف ان النظام ده تطبيقه في مصر هيواجه صعوبة، ولا ممكن يتم على مستوى الجمهورية بسهولة؟ خلينا متفقين ان ده نظام لسه انا بقنع بيه فكر وبستثمر كمان في الفكر ده، خلينا متفقين في ده. بس النظام اتطبق، هو اتطبق، بس تطبيقه العملي على الواقع لسه محتاج له فترات، فالفترات ديت عايزة حاجتين، عايزة صبر وعايزة سعي. الاتنين دول موجودين، يبقى الاتنين دول ان يبقى شاء الله بإذن طريق الله. النجاح موجود اذا طبعا كان الصبر والسعي موجودين، فالنجاح طبعا. الصبر والسعي هم دول اساس اي حاجه يبقى فيها نجاح، يعني حتى طبعا. الشخص اللي عايز ينجح في حاجه معينه، مش نظام بس، لازم يبقى صبور وعنده طموح طبعا. ويسعى ويجتهد. ولكل مجتهد النصيب طبعا. طبعا حضرتك قلت لي ان التحول الرقمي بالفعل تم تطبيقه في بعض المجالات، تمام. تمام. عايزك تقول لي ايه اكتر المجالات اللي انت شايف ان التحول الرقمي نجح فيها، وشايف تطبيق التحول الرقمي ازاي في مجال حضرتك اللي هو المحاماة. الأول نتكلم ايه أكبر مجال ممكن يتم التسويق بتاعه عن طريق التحول الرقمي. اللي هو أكتر الاونلاين. مجال اللي هو الأونلاين، اللي هو الميديا، التسويق بتاعها لان ده تحول رقمي، تمام، إلكتروني. وده الكتروني، أيوه، فالاتنين ايه يعني مساعدين بعض. نفس الطريق، تمام. نفس الطريق. أما في مجالي بقى لما نيجي نطبقه، هو بالفعل تم تطبيقه، بس تم تطبيقه في جهة معينة عن طريق ابلكيشن اتعمل اسمه الانابه القضائيه. والمفروض ان كل محكمه وكل دايره بيجي لها محامي، طبعا بيبقى ذو قيمه وقامه كبيره. يعني احنا عندنا مثلا في شبرا الخيمه اللي ماسك الجروب بتاع الانابه القضائيه ده المستشار ايهاب المحمدي، هو اللي مسؤول عن تفعيل الانابه القضائيه. بمعنى ان هو بدل ما واحد في الصعيد يجي لنا شبرا الخيمه، لا، ممكن يبعت على الابلكيشن انا عايز مثلا صوره رسميه من الحكم، وهو قاعد برضه وبيعمل الاوردر بتاعه وبيجي له محامي. ليس هو المحامي ده مثلا قليل في المجال، لا، ده محامي ذو قيمه وقامه ان اللي يعمل حاجه زي كده، لانه بيقدم خدمه توفر معانا جهد، توفر معانا سبيل اللي هو الطريق اللي جاي فيه، توفر معانا مميزات كتيره قوي، توفر معانا حاجات كتير. طبعا احنا معانا مداخله، ناخد المداخله وبعدين نستكمل الحديث عن التحول الرقمي. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ اشرف؟ الحمد لله في نعمة. نورت وشرفت البرنامج.
والله ده شرف لينا حضرتك، وانا بحيي الاستاذ الاعلامي احمد عساف حضرتك ربنا يحفظك. واسره برنامج حلم حياه وقناه الصحه والجمال، ربنا يحفظك يا فندم، شاكرين جدا لذوق حضرتك. وبحيي حضرتك استاذ رضا عصام المحامي. الله استاذ يخليك يا رضا مع رب. حضرتك لو عند ازيك يا حضرتك اي استاذ استفسار رضا؟ ولا اي حاجه. ازيك يا استاذ اشرف؟ اخبار ما عليك ايه؟ الحمد لله في نعمه، اتفضل لو حضرتك عندك. منور الشاشه يا استاذ رضا. الله والله يخليك يا فندم، الله يخليك. لو عند حضرتك اي استفسار اتفضل، انا مع حضرتك يعني. انا كان بس ليا سؤال حضرتك بالنسبه للمرور دلوقتي، احنا مثلا بنروح عشان خاطر ندفع مثلا رسوم او مخالفات، فبيبقى نازل لنا مثلا مبلغ على قد القيمه اللي نازله مخالفات، مثلا 2000 او 3000، ده المبلغ اللي بيبقى محدد. مثلا تمام. بنلاقي ان في 5% نازله رسوم اضافيه وزياده، يعني ايه سببها؟ تمام يا استاذ اشرف. استاذ رضا هيرد على حضرتك حالا. ده اللي احنا لسه بنتكلم طبعا فيه. هو قال ان المرور بيلاقي رسوم 5% زيادة، تمام؟ فطبعا عايزين حضرتك ترد عليه وتقول له ليه الرسوم دي. الرسوم ديت رسوم تحصيل. معاك الكاميرا وكلم استاذ اشرف. الرسوم ديت رسوم تحصيل، تمام. تمام. بيتم تحصيلها لان هو لا يحمل بطاقة التعاملات التحول الحكومية الرقمي دي، اللي هي التحول الرقمي، اللي هي المحافظ الإلكترونية. فعشان كده في غرامة فعشان لأنك أنت كده تتعامل لا، ده نقدي. مش غرامة، دي رسوم تحصيل، لان انا بحصل منك نقدي. ولما جت اتطبقت المحافظ الإلكترونية ديت قالت ان ال 499 تدفعهم نقدي، 500 جنيه ادفعهم بالفيزا، فاهمني؟ تمام. فبيتم التحصيل منه. لو هو عمل الفيزا ديت وعمل ايداع بالمبلغ ده، مش هيتم الايه؟ الخصم مش بتاعه هيتم الخصم خالص. لانك انت مشيت بالطريقه الخطه اللي الدوله رسمها. وده عشان خدمتك انت، تمام. عشان خدمتك انت، فما تدفعش ال 5%، تدفع ال 5% يعني ليه؟ في نفس روح الوقت طلع بطاقة. هتوفر على نفسك جهد، تمام، وبهدله بقى مواصلات وتعب وارهاق، وفي نفس الوقت هتدفع الفلوس مظبوطه بدون رسوم زياده. بس يبقى روح طلع بطاقة. تمام. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو تطبيق التحول الرقمي في مجال المحاماة. في مجال المحاماة اتكلمنا على موضوع الإنابة القضائية، وقلنا المستشار إيهاب المحمدي هو المدير بتاع الجمعية ديت، بتاعت الجروب بتاع الإنابة القضائية. وأنا عرضت حاجة برضو على سيادة النقيب. عندنا النقيب مجدي بيه حافظ بيقف ورا الشباب المجتهدين طبعا، ما بيسيبش اي محامي، سواء قريب او بعيد او من دايرتنا او بره دايرتنا، لو في اي مشكله بيحاول ان هو يقعد فيها ويحلها. تمام. هو مش مجبر على كل ده، بس هو بيقف جنبنا وفي ظهرنا في كل المواضيع اللي تخص اي شاب محامي او اي محامي بصفه عامه. استاذ مجدي حافظ انا قعدت معاه واتكلمت معاه في الموضوع ان احنا عايزين نعمل زي النتورك نرفع بيه الدعوه في محكمه شبرا الخيمه. تمام. او خلينا في القليوبيه عامه، اللي ضم الخانكه واللي ضم العبور واللي ضم القليوبيه قليوب. بشكل عام، خمسه القليوبيه بشكل عام. تمام. ان احنا نعمل نتورك بدل ما احنا نروح ونقف ندفع رسوم في المحكمه واحنا بنرفع الدعوه، ممكن نعمل الدعوه سكانر ونرفعها للمحكمه، والمحكمة تاخد مننا الحاجة يعني. وتأيدها لنا، وأول حضور لينا نبقى نجيب الأصول. فهو آسف لو عجبه قطع الفكرة. حضرتك، يعني أنا اتفضل. أفهم من حضرتك دلوقتي إن حضرتك صاحب فكرة التحول الرقمي في مجال المحاماة، يعني حضرتك أنا صاحب. عايز أطبق فيه. أنا يعني شور، أنا بدأت طبعا بإرشادات النقيب بتاعنا مجدي بيه حافظ، أنا بدأت إن أنا أطرح الفكرة وبدأت إن إحنا نطبق فيها جزئية معينة، لأن حضرتك عارف إنها هتعوز موافقات كبيرة جدا أكيد أكيد طبعا. جدا، وده الموضوع ما بيبقاش سهل تطبيقه في يوم وليلة. ولكن يعني كلام حضرتك فيه جزء كويس، جزء مشرق، إن أصحاب القناة ويعني بيساعدوا الشباب والفكرة لها قبول، يعني أنت لقيت للفكرة قبول. طبعا، أصل إحنا بنتكلم في حاجة تقلل جهد وتقلل وقت. إحنا كمحامين لو إحنا بنتعب قوي، كل الناس بتتعب. تخيل ان حضرتك كل واحد بيبقى متعلق في رقبته فرد، ما بالك اللي متعلق في رقبته 2000 فرد، لا صعبة جدا. ما بيعرفش ينام، صح، وبيبذل جهد كتير. لو يتمنى انه ينزل الاسبوع ده يبقى عنده 10 ايام هينزله،
لان ولا اللي بيصحى كتير بيموت قبل اوانه، ولا اللي بينام كتير هيعيش اكتر من عمره. طيب نخرج بقى من موضوع التحول الرقمي. تمام. طبعا احنا قلنا هنتكلم في اشياء كتير جدا النهارده، التحول الرقمي وايصالات الامانه والجرائم الالكترونيه. تمام. ندخل على ايصالات الامانه. عايزك تقول لي انا دلوقتي رايح، يعني هخلي حد يكتب وصل امانه، انا هكتب وصل امانه عليا، قول لي الطريقه الصحيحه لكتابه وصل الامانه. تمام. مبدئيا انا بحب اقول للموكل اللي عندي قبل اي شيء، قبل ما تيجي تمضي على ورقه رن عليا، هتكلفك الرنه حاجه بسيطه دقيقه وقول لي اعمل ايه، فتبقى الاستشاره ديت وقفت معاك بمبلغ قليل. تمام. تمام. يعني اول نصيحه لحضرتك ان كل واحد الموكل محامي يتصل برجل القانون ويستشير استشاره رجل القانون، هتفيده مش هتاذيه. دي اول نصيحه. تمام. دي اول نصيحه المفروض ان انا اتبعها مع المحامي ده، اللي انا قايل له انت شايل اسمي ورقبتي كلها معاك، فانا قبل ما همضي على ايصال امانه سواء انا واخد او همضي على شقه سواء انا بايع، لازم انا ارن على المحامي ده اقول له والله انا هكتب عقد، والعقد ده فيه 1 2 3 4، امضي عليه ولا ما امضيش عليه؟ هو ده الصح. يعني هو ده حتى مش في ايصالات الامانه بس، ده في اشياء كتير طبعا. لان انت دلوقتي ماشي بطريقه سليمه عشان ما تجيش بعدين تعاني وتقول يا ريت اللي جرى مكان ما كان قدامي. في اساس سهل تبني عليه 12 دور، ولو ما فيهوش اساس صعب تبني عليه دور. طب ندخل بقى في ايصال الأمانة. امتى يكون باطل وامتى يكون صحيح وطريقه الكتابه؟ الاول نشرح طريقه الكتابه. طريقه الكتابه بتاعت ايصال الامانه، الاول بيبدا ايصال الامانه اللي هو استلمته انا، اللي هو الشخص اللي المفروض انا بقول كده عشان في اتجاهات تاني حضرتك هتسالني سؤال بعديه، لان انا عارف ان حضرتك هتسال فيها. تمام. استلمته انا اللي هو الشخص اللي مستلم المبلغ المالي. هنكمل ايصالات الامانه بس معانا مداخله. تمام. تاني ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل. في الحقيقه انا بحييك وبحيي القناه ان هي تجذب الوجوه الشابه ديت وتحطها في موضع المسؤوليه. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا حبيبي. انا عندي سؤال بسيط بس للاستاذ رضا وبحييه. اتفضل استاذ رضا مع حضرتك. وبشوف فيه ان هو نموذج للشباب الناجح. الله يخليك. استاذ رضا مع حضرتك يا فندم. الله يخليك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. امورني. ازيك يا استاذ رضا؟ تمام الحمد لله. امورني. انا سعيد قوي ان انا بشوف الوجوه الشابه ديت بتاخد مكانها وتاخد مكانها. الله يخليك يا فندم. حل مشاكل الناس. الله يخليك. فكره افكار جديده. الله يخليك يا فندم. امورني. انا عندي سؤال بسيط بس، يعني ايه فايده التحويل الرقمي للمواطن البسيط؟ يعني هيفيده بايه التحويل الرقمي ده؟ هو احنا يا فندم اتكلمنا في بدايه الحلقه عن التحول الرقمي. تمام. ولكن برضو يعني استاذ رضا هيرد على حضرتك دلوقتي في اجابه مختصره. ماشي يا فندم. ماشي تحت امر. رد عليه. طبعا احنا اتكلمنا في اول الحلقه كله من اوله لاخره، ولكن في اجابه بسيطة جدا ومختصرة جدا. هيوفر برضو وقت وجهد، وهيوفر تزاحم، وهيوفر تضخم للنقود، وهيوفر تضخم للحالة الأمنية كمان. يعني احنا لما نبقى كتير في الشارع حتة الأمن ديت هتحس، لو أنا قدامي 10 أفراد والعشر افراد دول انا، هو الكلام اللي احنا قلناه في البدايه هو يعني كده. انا بحاول اجيب لك كلام تاني بس هو يعني هو نفس الكلام هو أنا ونفس المعنى. طبعا يعني. ليه اصريت انك انت مثلا توضح له تاني بحيث ان هو دلوقتي متابع؟ فطبعا ايه لا يعني لنا الشرف فوق دماغنا. لنا الشرف فوق دماغنا. نرجع بقى طريقه لايصالات الامانه. طريقه كتابه ايصالات الامانه. استلمته انا بيبقى بيكتب اسمه اللي هو المستلم اللي خد الايه المبلغ من الشخص. تمام. فالشخص ده بيبقى اسمه مستلم. تمام. استلمت انا وبيكتب اسمه رباعي، وبعد كده تحتيه على طول السطر اللي تحتيه بيبقى مكتوب المقيم فيه. ويكتب عنوانه اللي موجود في البطاقه. تمام. تمام. وتاريخ صدورها، وبيكتب استلمته من، يعني هو استلمته انا كذا كذا المقيم كذا كذا من السيد اللي هو اللي خد منه اللي المبلغ خد المالي. تمام كده.
بيكتب اسم رباعي وبيكتب ايه مبلغ وقدره. في ناس كتيرة وهي بتكتب المبلغ بتكتب وليكن، في ناس كتير بتسيبه على بياض. ما هو ده احنا هنتكلم فيه بعد ما نشرح ده. المبلغ وليكن 10,000 جنيه لازم أن يكتب جنبه 10,000 جنيها مصريا لاغية، تمام، لتوصيلهم للسيد، وبكتب اسم حد المفروض هيوصل له المبلغ ده. ما ينفعش الحد ده يبقى ابني مثلا ولا اخويا وانا اكتب ايصال امان على حد عشان يوصل الفلوس ديت لاخويا، ما ينفعش طبعا. فين العقلانيه في الكلام ده؟ هي هي في المجتمع طبعا هي ما تنفعش، ولكن في القانون كلام حضرتك دلوقتي بيقول انها ما تنفعش، لان قانونيا ما بتنفعش ولا بتنفع. لان ممكن اخويا يبقى قاعد في المنصوره وانا ابقى قاعد في شبرا الخيمه، والشخص اللي هو المفروض واخد مني الفلوس مقيم في المنصوره، تمام، فيبقى خد مني الفلوس عشان يعني يوصل. يعني هي قانونيا بتنفع. احنا بنتكلم لما يبقى في محامي بيستشار لازم يأمن الموكل بتاعه 200%، تمام، لازم يأمنه 200%، تمام. ليه؟ لأن رقبته فيه، فمش عايز يسيب أي ثغرة ولا 1% تتاخد على الموكل بتاعه وهو ليه حق، تمام؟ نخش بقى على إيه؟ على إمتى يكون باطل يعني وإمتى يكون صحيح؟ إيصال الأمانة دلوقتي أهو أنا معايا إيصال أو بكتب إيصال، إمتى يكون باطل وإمتى يكون صحيح؟ احنا اتكلمنا على طريقه كتابته، وطريقه كتابته ديت هي الصحيحه، تمام، تمام كده. اما امتى يكون باطل ففي حالات معينه نتكلم فيها ان امتى يكون باطل. منهم ان انا ما ينفعش اكتب ايصال الامانه على بياض واروح افرح قوي ان انا كتبته على بياض، ده انا احط فيه 1,000,000 جنيه، تمام، احط في مبلغ بقى ما انا كتبته، ويكون هو ليه مثلا وليكن 20,000 فيكتب 1,000,000 جنيه وياخد حكم عليه، بس في المعارضه لو انا طعنت بس بالتزوير صلب وتوقيع، تمام، هيجي لي تقرير الطب الشرعي بايه؟ ان تم الامضاء وبعد كده الصلب اتزود، فكده انا ضاع حقي مدني وجنايات اللي هو الجنح. ما هو مثلا هو على بياض، هو اسمه الحكم، تمام، الجنائي، تمام. ايه راي حضرتك نطلع فاصل وبعدين نستكمل الحديث؟ لينا شرف. يلا أعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الأستاذ رضا عصام. أعزائي المشاهدين وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع المحامي المتميز جدا أستاذ رضا عصام. أستاذ رضا أهلا بك مرة ثانية. الله يخليك. بعد ما رجعنا من الفاصل بقى إحنا كنا بنتكلم عن إيصالات الأمانة، تمام؟ كنا بنتكلم عن إيصالات الأمانة وعايز أعرف من حضرتك حاجة مهمة، المادة اللي بيحكم بيها القاضي في إيصالات الأمانة إيه؟ المادة ديت نص المادة 341 بيبقى من قانون العقوبات، بتنص على ايه بقى؟ كل من بدد مبالغ او غير ذلك اضرارا بمالكها باجر او مجانا يحكم عليه بالحبس، تمام. عشان كده اصل الامانة لما بيجي القاضي يصدر الحكم بتاعه بيصدره بناء على المادة 341 من قانون العقوبات، تمام. هدخل مع حضرتك في موضوع تاني وهو موضوع الجرائم الالكترونية. طبعا الجرائم الالكترونيه كتيره، تمام، ابتزاز وتشهير وسب وقذف وكتيره، تمام. عايزك تقول لي التعامل مع الجرائم الالكترونيه بيكون ازاي، يعني الشخص لو حد مثلا شهر ب او سب او قذف بيتعامل معاها ازاي؟ احنا الاول بيجي لنا موكل وبيقول لنا ان انا بيبعت لي رسائل فيها سب وقذف وفيها اساءه، فببدا انا اخد الاجراء بتاعي ان انا اعمل محضر إثبات حالة، تمام، يعني أول حاجة إن أنا أعمل محضر، تمام، أوكي. بس هو في اتجاهين، إن أنا أروح أعمل المحضر في الجهة المختصة بجرائم الإنترنت اللي هي مباحث الإنترنت، وفي إن أنا أروح لمحضر الشرطة أقرب محضر شرطة ليا، تمام. هو عشان الوقت خلاص انتهى، أنا آسف يعني، سؤال أخير، أنا شرفت بمعرفتك، تمام، وهختم بيه، اتفضل. هل هناك ما يسمى بالتحرش الإلكتروني ولا لأ؟ هو احنا ممكن نلعب بالالفاظ، بس تحرش يعني تحرش عندنا في القانون هو ملامسه، تمام، الجسد للجسد. اما ممكن احنا بنعمل اشياء اباحيه فده يعاقب عليه، تمام، تمام، اللي هو التحرش اللي حضرتك بتقول يعني عليه. انا اقصد اللفظي، لا اللفظي والقانوني التحرش لازما يتم فيه ملاصقه، لمسني، تمام. استاذ رضا حضرتك شرفتني ونورتني، وكنت اتمنى ان انت تكون معايا اكتر من كده، ولكن للاسف الوقت انتهى.
الله يخليك. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة.